تقريبا 55,000 متفرج من انصار الفريقين زايدات ثم نكازي والفرق الوسط اللي يتمكن من الاحتفاظ باكبر وقت ممكن من الكره في بدايه خطيره. كبران ثلاث مهاجمين مع خمس مدافعين، أربعة الآن مع خمسة، كبران يجحمون على الجهة اليسرى ولكن عنده القذافات برجل اليسرى، يهيئ نفسه، هدف من أروع ما يكون، هدف من أروع ما يكون من جحمون كمال، شيء منتظر، كنا نقول بأن جحمون كمال يحوس على المكان اللي يسمح له باش يقطف هدف، نقدر نقول من أروع ما شاهدنا في ملاعب الكرة الجزائرية. من بعد حوالي 25 متر جحمون كمال يفتح باب التسجيل لصالح فريق اولمبي المدية وضد فريق شباب الوداد في الدقيقة 47 46 من الشوط الأول. هذه هي كرة القدم، فريق مسيطر وفريق مسجل. شيء منتظر أم لا عبد الكريم؟ نقولوا باللي نجموا ننتظروا هذا اللقطة هذه لفريق المدية، يعني شدوا بعض. يفضل المراوغة، دحماني موجود على الجهة اليمنى، بختي يفضل الحرب على الجهة اليسرى. حرب والاعتماد مرة أخرى على الكرات العالية ناحية علي موسى بالراس. دوبي سجل، التعادل من علي موسى، لقطة من أروع ما يكون، لقطة ممتازة من جحمون بقطفة واللقطة نتاع الهدف تاع شباب الوزداد رائعة وهدف التعادل. تسع دقائق لعب هدف مقابل هدف، شيء كذلك منتظر، هدف من أروع ما يكون من علي موسى اللي بذل مجهود كبير وكبير جدا وتمكن من تعديل النتيجة، يعيد به الأمل لرفقائه ولأنصاره. شوف الإعادة، فتحة من حرب، الاعتماد على رأسية علي موسى، دوب وحده تصطدم مصدر خطر بالنسبة للدفاع الأولمبي. طويلة الكرة من دحماني ناحية نقازي، تدخل بختي ناحية ملياني على الجهة اليمنى، أين دوبو؟ والهدف الثاني لصالح شباب الوداد بعد 34 دقيقة لعب هدفا مقابل هدف واحد. هذه هي كرة القدم، هذه هي كأس الجمهورية، لقطة واحدة، كرة واحدة، رأسية واحدة قادرة تغير كل المعطيات. ست أهداف جميلة جدا شاهدناها في هذا النهائي، هدف جحمون، هدف علي موسى، وهدف توم كذلك رائع، وتحرر الحوالي 40,000 مناصر من شباب الوداد. 17 سنة ما فرحوش، شيء منتظر وشيء طبيعي. عبد الشباب بيكون يعني اكثر وما يحملش مازال سبعه. اولمبي المدية هدف وينتهي اللقاء، ينتهي اللقاء ويعود المجد الضايع لشباب الوزداد، يعود المجد الضايع، الكأس الخامسة في تاريخ